أنا الآن في الميقات جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم خالد حاج رباح محسن أبو أشرف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وآنس وحشته ووسع قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. أنا الآن متواجد داخل جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لأداء العمرة عن المرحوم خالد حاج رباح محسن أبو أشرف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن متواجد في ساحات المسجد الحرام متوجها إلى صحن المطاف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم خالد حاج رباح محسن أبو أشرف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم تقبل مني هذه العمرة عنه واجعلها في ميزان حسناته، اللهم آمين. أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم خالد حاج رباح محسن أبو أشرف رحمه الله فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وقلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.